السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالنور والسرور في حلقة جديدة تجمعنا وياكم في مساء الإمارات وعبر قناة الظفرة. ليش الحين ما طلعت أنا؟ أقول يمكن نساني المخرج. يا هلا ومليار ترحيب. صح؟ هو تجهيزات حي حق المباراة مع ريال مدريد وبايرن ميونخ من الحين يجهزونها. خسر المخرج صح؟ يصورونها. هو كان اليوم في عودة للمباراة. يلا الله يوفقك إن شاء الله. مشاهدينا راح فيكم طبعا ناخذكم لأهم عناوين اليوم. عيوب التصنيع، قنابل موقوتة، والمستهلك الضحية الأولى. حفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية ينطلق في نسخته 11. وتجارب الحب والكراهية في كتاب الحب والحياة لمصطفى محمود. إذن مشاهدينا كانت هذه أهم محطاتنا وعناوين إلى حلقة اليوم. أما الحين خلينا نبدأ معكم حلقتنا مع نشرة الأخبار مع الزميلة شيماء الشمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. بعث صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس روبرت موغابي رئيس جمهورية زيمبابوي، وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده. كما بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة المماثلتين إلى فخامة الرئيس روبرت موغابي. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خلال عرض نظمته وزارة تنمية المجتمع اليوم السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة، وأعلن سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي عن إطلاق اسم أصحاب الهمم بدلا من ذوي الإعاقة، وأمر بتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية يعنى بالنظر والعمل على تسهيل واعتماد خدمات مخصصة لذوي الإعاقة ويكون بمسمى مسؤول خدمات أصحاب الهمم. كما وأعلن سموه تأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم والذي يضم في عضويته أفراد من المجتمع معنيين بتقديم المشورة والرأي لتحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم. هذا وتقوم السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص أصحاب الهمم على تمكين أصحاب الهمم عبر 6 محاور رئيسة هي محور الصحة وإعادة التأهيل، ومحور التعليم، ومحور التأهيل المهني والتشغيل، ومحور إمكانية الوصول، ومحور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، ومحور الحياة العامة والثقافة والرياضة. رافق سموه خلال الزيارة عدد من معالي الوزراء وكبار المسؤولين. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفد مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد برئاسة خولة سالم السعدي. رحب سموه خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين بوفد الجمعية، مؤكدا سموه أن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة ورعايتها لهذه الفئة وغيرها من ذوي الاحتياجات الخاصة نابع من إيمانها وحرصها على يأخذ كافة أفراد المجتمع العناية التي يستحقونها لكي يساهموا بفعالية وإيجابية في مسيرة تنمية الوطن ونهضته. وأشار سموه إلى أهمية تضافر الجهود الحكومية والأسرية والمجتمعية في سبيل دعم ورعاية هذه الفئات العزيزة على قلوبنا وتذليل كافة الصعاب التي يواجهونها.
من جانبهم قدم وفد الجمعية شرحا حول طبيعة عملهم ودورهم في مواجهة اضطراب التوحد والعمل على علاج وتأهيل المصابين ومساعدتهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء في وفاة هيثم عبد الله زمزم الحمادي، وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة خليفة في العاصمة أبوظبي عن خالص تعازيه ومواساته لأسرته وذوي الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما وقدم واجب العزاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 4 لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة. يهدف القانون إلى تحديد الإطار العام لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، ويشمل ذلك إعداد واعتماد وتنفيذ وإدارة الموازنة العامة وإعداد ورفع التقارير والبيانات المالية والتشغيلية عن كافة المعاملات المالية الحكومية وإدارة واستخدام الموارد المالية والمادية المتاحة بكفاءة وبشكل اقتصادي وفعال ووفق مؤشرات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومية. يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه بالديوان وفدا صينيا ضم مستثمرين ورجال أعمال وتجار وصناعيين واقتصاديين من مقاطعة هونان في جمهورية الصين الشعبية برئاسة هو باوشيانغ نائب حاكم المقاطعة. ترافقهم سعادة لي لينغ بينغ قنصل عام جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة. وأكد سموه خلال اللقاء أن دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة استطاعت تفعيل عملية الاستثمار في القطاعات والميادين كافة وفتح آفاق أوسع للمستثمرين بما يخدم النظرة المستقبلية لتطوير الصناعة والاقتصاد والتي تتبناها الدولة، وتسخر جميع الإمكانيات لتعزيز مسيرة القطاع الخاص من خلالها. قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين واجب العزاء في وفاة والدة الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي. وعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الخوانيج الثانية بدبي اليوم عن صادق عزائه ومواساته إلى أخوان وأنجال الفقيدة، راجيا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء. ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اليوم بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي. ترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك في مكتب سمو الحاكم. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة برفد الإمارة بالمشروعات والمبادرات التي تسهم في دفع عجلة النمو المستمرة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. كما وناقش المجلس مقترحات مجلس النفط حول تحديد مناطق الحظر والحدود الآمنة حول منشآت النفط والغاز في الإمارة. ناقش المجلس أيضا وأقر واعتمد عدة تقارير ومقترحات. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة اليوم فعالية الملتقى الدولي الخامس للصخور الصناعية والتعدين والمعرض المصاحب له الذي تستضيفه مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على مدار 3 أيام تحت شعار مواردنا خير لمستقبلنا.
وأكد سمو ولي العهد حرص حكومة الفجيرة على فتح آفاق نوعية في مجال الاستثمار التعديني وتنمية الثروات المعدنية، لافتا إلى أهمية تطوير التشريعات والقوانين بما يدعم توجهات الملتقى الصناعية ضمن ضوابط المحافظة على البيئة وحمايتها. كما وكرم سموه رعاة الملتقى وتقبل درعا تكريميا من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. بعدها قام سموه بافتتاح المعرض المصاحب لفعالية الملتقى والمتخصص بمعدات وأجهزة وأدوات أعمال البحوث والدراسات الجيولوجية الحقلية. ترأس سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي اليوم اجتماع المجلس بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلى نائب رئيس المجلس التنفيذي ورؤساء الدوائر والمدراء العموم الأعضاء في المجلس. اتخذ المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين جملة من القرارات التي من شأنها أن تحقق رؤية الإمارة، وذلك في إطار اهتمام الحكومة لتطوير الأداء وتطبيق أفضل الممارسات. هذا وأثنى سموه على الجهود المبذولة من قبل كافة الأعضاء في سبيل خدمة المواطن والمقيم في الإمارة، وحثهم سموه على بذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ الزع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي فعالية الدورة 11 من معرض سيتيسكيب أبوظبي 2017، والذي يعد واحدا من أبرز المعارض المتخصصة بالعقار في المنطقة والعالم. الزميل أيمن صبح والتفاصيل في سياق التقرير التالي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تنطلق اليوم فعاليات اليوم الأول من معرض سيتيسكيب 2017 بحضور عدد كبير من الشركات، وصل إلى ما يربو 100 شركة. تعالوا لنتعرف من خلال تقريرنا على أبرز هذه الشركات. افتتح سمو الشيخ الزع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي فعاليات الدورة 11 من معرض سيتيسكيب أبوظبي 2017 الذي يعد واحدا من أبرز المعارض المتخصصة بالعقار في المنطقة والعالم، وذلك بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويستقطب المعرض الذي يستمر 3 أيام أكثر من 100 شركة من 13 دولة حول العالم تعرض ما يزيد على 400 مشروع متنوع. نتشرف اليوم بتواجدنا في العاصمة في أبوظبي للمشاركة في معرض سيتيسكيب أبوظبي. لما لهذا المعرض من أهمية وتواجدنا بين كبريات الشركات العقارية العاملة في الدولة ومن الخارج. طبعا مشاركتنا تأتي في الدورة الثانية في معرض سيتيسكيب لطرح مشروع مدينة تلال، ولله الحمد تمكننا من تسليم المرحلة الأولى للمناطق A و C، وتمكننا من بيع المراحل بالكامل لعدد 1000 قطعة، وأنجزنا البنى التحتية حسب ما وعدنا المستثمرين في مشروع مدينة تلال. وتمكنت عدد من شركات التطوير من بيع مراحل متقدمة من مشاريعها والشروع في تنفيذها لتسليمها حسب الجدول الزمني المقرر. في عندنا مشروع المارينا سانست باي، هو عبارة عن 67 فيلا سكنية، كمان هو معروض للمواطنين حصرا، وهذا تملك حر لهم. في عندنا 3 تايب فيلاز، واحدة منهم 7 غرف نوم، اوكي، بحوالي مساحة 945 متر مربع مبني على مساحة أرض تتراوح من 2000 ل 2500 متر. وعندنا المجموعة الثانية حوالي 750 متر 6 غرف نوم على مساحة أرض 1200 ل 1400 متر. كما تعتبر أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع مناسبة وتنافسية في ظل وجود مشاريع تناسب ذوي الدخل المرتفع والمتوسط. بداية المشروع اسمه مشروع تلال مردف، هو أول مشروع يعتبر فري هولد منطقة مردف. المشروع على مساحة كبيرة جدا بالمنطقة، هو عبارة عن 3 فيسز. أول فيس اللي هو جنين إيفينيو، بعد كده نسيم إيفينيو، ملتقى إيفينيو. ملتقى إيفينيو بيتكون من هوتيل وهوتيل أبارتمنت وريتيل، والهوتيل هيكون ميلينيوم هوتيل 5 ستار، وبيكون فيه فيس رابع هو بيكون مستشفى إن إم سي هوسبيتال. المشروع عبارة عن 1200 وحدة ريزيدنشال تتكون في جنين ونسيم.
كما أن مواصلة شركات التطوير العقاري إطلاق وتنفيذ المشاريع التي لديها إنما يعزز من ثقة المستثمرين والملاك بهذا السوق الهام والحيوي. أبرز المشاريع التي جاءت اليوم في معرض سيتيسكيب أبو ظبي 2017 جاءت للمشاركة في هذه المشاريع التي سترى النور خلال الفترة المقبلة. من معرض سيتيسكيب في العاصمة أبو ظبي، أيمن مصبح، قناة الظفرة. اطلع سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي على الهوية الإعلامية الجديدة لمشروع مدينة زايد حي العاصمة سابقا خلال جولته الافتتاحية لفعالية معرض سيتيسكيب أبو ظبي 2017 في جناح مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني. واستمع سموه إلى شرح حول آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها المشروع من حيث أعمال البنية التحتية الرئيسة التي تشمل شبكة الطرقات وشبكات الصرف الصحية والإنارة والكهرباء والمياه التي اكتملت بنسبة 20% في المشروع والذي من المقرر إنجازه بالكامل في 2020. يجسد مشروع مدينة زايد الذي من المتوقع أن تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 3,300,000,000 درهم تعاون وتضافر جهود الجهة الحكومية لتحقيق أهداف خطة أبو ظبي في بناء مجتمعات حضرية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع وتضمن أفضل سبل العيش لسكان المدينة. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوة المسلحة، افتتح سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبو ظبي الرياضية اليوم، افتتح النسخة 9 من بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام في صالة أيبك أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي وتستمر حتى 23 من إبريل الجاري، وذلك بمشاركة 7,000 رياضي يمثلون 100 دولة حول العالم. وأشار سموه إلى أن البطولة أسهمت بشكل كبير بتعريف الأسرة الرياضية الدولية بإمكانية أبناء وبنات دولة الإمارات من اللاعبين واللاعبات وعطائهم الكبير وقدراتهم الفنية وأدائهم الإيجابية لتسجيل المشاركة المشرفة والفوز بأهم الألقاب ورفع علم دولة الإمارات عاليا في المحافل الرياضية العالمية. كما ولفت سموه إلى أن اللعبة استطاعت أن تحقق تجربة استثنائية وأن تصبح نموذجا مميزا بين الرياضات الأخرى ونافذة لمزيد من الإنجازات الدولية لرياضة الإمارات. أطلق معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبو ظبي مبادرة جديدة لشرطة أبو ظبي تماشيا مع إعلان 2017 عام الخير. تختص المبادرة بمنح فترة إعفاء لمدة شهر للسائقين الذين لم يقوموا بتجديد تأمين مركباتهم بإعفائهم من مخالفة حجز المركبة لمدة أسبوع، حيث تستمر فترة الإعفاء من مخالفة حجز المركبة ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 18 من أبريل ولمدة شهر. وقال معالي إن مبادرة الخير لتجديد وثائق تأمين المركبات تهدف إلى تعزيز الإيجابية والالتزام بقانون السير والمرور. نظمت الإدارة العامة للمالية والخدمات بوزارة الداخلية ممثلة في إدارة الخدمات الطبية بالشرقة في مقر الوزارة فعالية سعادتي في صحتي بدورتها الثالثة. وفي هذا السياق قال اللواء سالم مبارك الشامسي مدير عام المالية والخدمات بوزارة الداخلية، قال إن الفعالية تهدف إلى إبراز أهداف ورسالة وقيم وزارة الداخلية وحرصها على رفع مستوى الوعي المجتمعي والمساهمة في نشر الثقافة الصحية وتوعية منتسبي الوزارة بأهمية الحفاظ على صحتهم ليتمكنوا من القيام بمهامهم على أكمل وجه. شارك في الفعالية عدد من المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات والمراكز الطبية التخصصية والمؤسسات التي تعنى بالصحة من داخل الدولة. تتابع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع مجموعة VPS للرعاية الصحية مختلف مراحل علاج الجرحى اليمنيين ممن تأثروا جراء الحرب في مستشفيات الهند، بعد أن وفرت الهيئة كل أشكال الدعم والرعاية طوال رحلتهم العلاجية
برفقة وفد من الدولة، وحرصا من الهيئة على ضمان توفير الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للجرحى اليمنيين في المستشفيات الهندية، عملت على تنفيذ برنامج علاجي متكامل لهم وتأمين متابعة مستمرة لوضعهم الصحي وتوفير قناة تواصل مباشرة بين الجهات الصحية المعنية في الهند والإمارات وتقديم تقارير مفصلة عن تطور حالتهم الصحية حتى يتم إنجاز البرنامج العلاجي لهم بشكل كامل ووفق الخطة الموضوعة. نظرة سريعة على أسواق المال المحلية والتي شهدت تغيرا ملحوظا لكلا السوقين. كما وإليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقعة اليوم الغد بإذن الله. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله. حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. يتفاجأ عدد من المستهلكين بين الحين والآخر بقضية عيوب التصنيع وخاصة في بعض السلع الإلكترونية أو المركبات من علامات تجارية أيضا تحمل ثقل تجاري وشعبية واسعة قد تضعهم في دائرة من الأسئلة الملحة بين غموض الفكرة والأسباب الحقيقية لظهور تلك العيوب. اليوم للحديث عن عيوب التصنيع وحقوق المستهلك يسرنا أن يكون معنا الأستاذ خالد الحسني رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك. حياك الله أستاذ خالد. الله يحييك أخوي عبد الله. الله يسلمك. عندنا تقرير نشوف إن شاء الله ونرد الحوار إن شاء الله. إذن تقرير ونعود مع الأستاذ خالد، تابعونا. غالبا ما نقرأ أو نسمع عن سحب وزارة الاقتصاد لعدد من السيارات أو الأجهزة الإلكترونية نتيجة عيوب تصنيعية قد تهدد حياة المستهلكين بالخطر. اللافت أن شركات كبيرة وعريقة واجهت مؤخرا عيوبا في منتجاتها، ما حدا بالجهات المختصة في الدولة لإلزام هذه الشركات على تعويض المستهلكين وفق آليات منظمة وسحب المنتجات المتضررة من الأسواق. مسؤولون في وزارة الاقتصاد أكدوا أن الوزارة تنفذ أحدث الممارسات العالمية المتعارف عليها في حملات سحب المركبات والسلع الإلكترونية، كما تتابعها بشكل مستمر وفاعل مع الشركات التجارية المحلية من خلال عمليات الرقابة والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوي التي تتلقاها من المستهلكين أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين، مشددين على أن عمليات السحب تستهدف حماية صحة وسلامة وأرواح المستهلكين في الدولة وضمان حقوق المستهلك بحمايته من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر. أستاذ خالد، طبعا أكيد هناك عيوب في التصنيع ولكن تدرج من فئة لفئة ومن شركة لشركة ضمن مستوى معين. نعم. فهل بعضها ممكن أن يدرج بأنه غش تجاري أو فقط هي عيوب في التصنيع في مراحل التصنيع أصلا؟ أول شيء أخوي عبد الله، بالنسبة لعيوب التصنيع هذه عيوب موجودة يعني وما تدخل تحت مثلا الغش التجاري ولا الأمور هذه، سواء سلع إلكترونية سواء مركبات سواء أيا كان ممكن يصير خطأ في التصنيع، والخطأ هذا ممكن أنه يدارك من خلال مثلا تعويض المستهلك إذا رقم مثلا
في استرجاع المبلغ أو استبداله بقطعة ثانية. سواء قطعة ثانية. نعم. طيب الآن من الذي يكشف هذا الخلل؟ هل هو الشخص نفسه؟ طبعا هو يشتكي. نعم. ويتوجه إلى الجهات المختصة. نعم. فهل بناء على هذه الشكاوى من يكشف العيوب التصنيعية هي الدوائر أو المصنع نفسه أو المصنع؟ بالنسبة لاكتشاف العيب التصنيعي يكتشف المستهلك نفسه. نعم. لأنه هو اللي يستخدم السلعة. سواء الإلكترونية ولا غير الإلكترونية من خلال الممارسة. يعني اليوم مثلا اشتريت أي قطعة شغلتها ما اشتغلت تضع فيها عيب معين ترجعها لمنفذ البيع وتحاول تتفاهم معه. إلا أنها اليوم سلمك الله موضوع الثقافة الاستهلاكية في تطور من يوم عن يوم. يعني لو قارنا سنة 2017 مع السنوات السابقة لا نشوف الحمد لله في تطور طبعا. بالنسبة للمستهلك نفسه، بالنسبة للقوانين والتشريعات، بالنسبة للدوائر القضائية في دولة الإمارات، بالنسبة حتى للتاجر نفسه. نعم. اليوم التاجر في السابق كان التاجر إذا تقول له مثلا حماية المستهلك يقول شو بيسوون حماية المستهلك. لا اليوم سلمك الله في قانون يحكم الأطراف هذه وفي النهاية كل حد ياخذ حقه. ياخذ حقه اكيد طبعا. نعم. طب شهدنا نحن في الاونه الاخيره بعض الشركات المعروفه يعني في نعم. مجال الالكتروني وايضا في مجال السيارات يتم استدعاء سيارات في 2012 صحيح. او يتم استدعاء مثلا مجموعه من الهواتف نعم. كانت منتجه في 2014 صحيح. طب الوقت مش متاخر شويه وليش ندوا يعني طلبوها الحين؟ استاذ عبد الله بالنسبه للعيوب التصنيع هذه تكون نداءات سواء دوليه ولا اقليميه. نعم. هذا واحد. الشيء الثاني حتى بالنسبة للسيارات مثل ما تفضلت في مثلا موديلات 2012 اليوم احنا في 2017 نعم. حتى يستدعونها يكتشفها المصنع. أيوة. انه بالفعل سواء في خلل فني، الخلل الفني هذا يؤدي لنتائج يعني وخيمة. نعم بالسلامة. لكن تعرف المصنع ولا حماية المستهلك بشكل عام في دولة الإمارات ولا في اي دولة تحاول تنظم العملية هذه وإعادة تدارك الأخطاء هذه طبعا متابعتها أيضا بشكل يعني مقرب. في هناك عيوب تصنيع ممكن تأثر على ثقة المستهلك خاصة أن في علامات تجارية يعني جدا لها ثقل تجاري. نعم. فأنت برأيك عندما تعلن تلك العلامات التجارية عن مشكلة تصنيعية نعم. تفقد الثقة أو تعيد ثقة العميل بها؟ أخوي عبد الله اليوم المستهلك لما يدفع مبلغ معين في باله يعني خدمة معينة ولا سلعة معينة صحيح. مثل إشباع الرغبة الذاتية في الموضوع هذا. إذا اليوم أنا اشتريت مثلا المنتج هذا وما حصلت المطلوب أو المطلوب ولا اللي أنا كنت أتوقع في هذا بيصير هني حتى العامل النفسي صعب على المستهلك. مؤثر طبعا. مؤثر. وفي نفس الوقت هو يتوقع يعني أنه على أساس كنوع من الغش والتدليس من هذا الجانب. لكن إذا احنا تكلمنا عن موضوع العلامات التجارية المعروفة مثلا في الإلكترونيات بالأخص في الهواتف المتحركة يعني إرجاعها ولا استبدالها هم اكتشفوا مثلا العيب هذا، والعيب هذا يؤدي إلى أضرار يعني هم أكيد. يتلافون الأشياء هذه بالتعويض سواء بقطعة ثانية أو استرجاع المبلغ إذا كان طيب. المستهلك ما رغب في أكيد التنافس التجاري يمكن يكون أحد الأسباب. ما أدري إذا في رأيك هذا الموضوع صحيح ولا لا. يعني مثلا إذا تكلمنا في مجال الاستخدام الإلكتروني الهواتف نعم. المتحركة إحنا تعودنا الآن على خلال كل 4 شهور إلى 6 شهور ينزل موديل جديد من نعم. هذا الهاتف، وبالتالي في منافسة قوية جدا خلال صحيح. السنة بعض الأشخاص يشترون من 2 إلى 3 تليفونات يغيرونها خلال السنة نعم. فهل هذه سرعة الإنتاج ممكن تكون أحد الأسباب في هذه العيوب؟ يجوز. وفي نفس الوقت نحن نتكلم عن ثقافة استهلاكية. اليوم سلمك الله التطور الإلكتروني ما يوقف. يعني إذا تحسبها ساعة عن ساعة ولا كل ساعتين في تطور ولا في استحداث جديد للبرامج وللهواتف هذه. لكن الإنسان لازم يفهم مقابل المبلغ اللي أنا بقتني فيه هذا القطعة شو مقابلها، شو مردودها علي، شو خدمات أنا شو خدمات هذا خدمتي. طبعا الشيء الثاني الإنسان لازم يكون عنده وعي
شو الهدف من اقتناء هذا المنتج نفسه؟ هل بيضيف لي شيء؟ أكيد. ولا هل هو مثلا هاجس عند كل إنسان كل ما نزل شيء جديد يحب أنه يكون أول واحد؟ ومثل ما أنتم شايفين وعارفين يعني على مستوى العالم يقول لك مثلا فلان خذ أول جهاز بالنسبة أول سيارة في الإمارات صحيح يعني هذا هاجس موجود، وسبحان الله العامل النفسي يلعب دور كبير في الانسان. طبعا نحن من الجيل اللي يقول لك سيارة نزلت 2017 لا باخذها في 2018 على اساس اعرف عيوبها شو اللي صار فيها يصلحونها. طبعا هذه يمكن احد الاليات اللي احنا نستخدمها او يستخدمها الشخص اللي هو فاهم بان ينتظر او يقرا وايد زياده عن المنتج او شو المواصفات اللي فيه، شو العيوب اللي فيه، لان في كثير الان يعني اصبح جدا من السهل انك تدخل على اليوتيوب ولا الجوجل وتقول مثلا عمليه ان التعريف بهذا المنتج، تجد اشخاص من كل مكان ومن كل حد وصوب يخبرك هذا زين ولا مو زين. صحيح. طيب الاليات اللي انت تشتغلون عليها كحمايه المستهلك في طبعا التوعيه عن عيوب التصنيع. نعم، احنا بالنسبه لعيوب التصنيع سلمك الله نحاول ننشر الثقافه الاستهلاكيه من خلال مدارس، من خلال الجامعات، من خلال دورات، من خلال مؤتمرات، من خلال حتى اللقاءات اللي تصير، ولا حتى مثلا اجتماعاتنا مع اللجنة العليا لحماية المستهلك. نعم. يعني رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك معالي سلطان المنصوري جزاه الله خير يعني مواكب الحدث أول بأول وعنده استباقيات في الأمور هذه. مثلا على سبيل المثال المملكة المتحدة البريطانية عندها تقدم كبير في موضوع حماية المستهلك، نشوف نفسنا معاهم هم وين وصلوا وشو اللي احنا لازم علينا احنا نطوره خلال مثلا فترة سنة ولا سنتين. نعم. وشو القوانين لازم نسنها في خلال الفترة هذه عساس ندارك المواضيع هذه ولويتنا في قانون يحميها. يحميها طبعا. نعم. طيب الآن هناك أكيد يعني إجراءات تضمن حق المستهلك خاصة في مرحلة ما بعد البيع، هل هناك إجراءات موجودة؟ صحيح، احنا اليوم سلمك الله مع التنوع الثقافي الموجود في دولة الإمارات والتنوع مختلف جنسيات العالم الموجودة عندك، إلا أنه سلمك الله تطور قانون حماية المستهلك بالأخص بما يمس صحة الإنسان ولسلامة الإنسان، هذا يعني ما فيها تهاون فيها طبعا. أكيد. هذا واحد. الشيء الثاني سلمك الله الخدمات ما بعد البيع، هذه نحن نتابعها أول بأول من خلال مثلا شكاوى المستهلكين، من خلال مثلا ورود مثلا بيانات بيننا نحن مع الجمعيات مثلا على مستوى مجلس التعاون ولا حتى على المستوى الإقليمي ولا الدولي، نحاول نشوف هذه مثلا البيانات ولا المعلومات التي هل موجودة عندنا، هل في شكاوى من هذا النوع، ونحاول نقيسها. أكيد. إذا قسناها تعطينا مؤشرات معينة نشوف عليها إجراء مع الجهات المسؤولة سواء وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ولا الدوائر المعنية في كل إمارة، لا يعني مثلا إدارة حماية المستهلك في كل دائرة اقتصادية لكل إمارة من إمارات الدولة. طب الآن في دولتنا من المسؤول عن الوعي الاستهلاكي؟ شوف الوعي الاستهلاكي سلمك الله هو عامل مشترك بين وزارة الاقتصاد وبين الدوائر الاقتصادية المعنية في كل إمارة وبين جمعية الإمارات لحماية المستهلك، يعني كل حد يشتغل من جهته لكن في النهاية مصلحة المستهلك. أكيد. في خالد حالات أو أمثلة؟ نعم. لمثلا سيارات أو مواد إلكترونية كان فيها عدم رغبة من استردادها من قبل العميل، وكيف تعاملتوا معها؟ شيء أمثلة عندكم؟ شوف سلمك الله جتنا عدة حالات بالنسبة لمثلا اليوم مثلا اشتريت سيارة جديدة، هذه السيارة اتضح فيها عيب معين، التقرير الفني لوكالة السيارات يقولك لا السيارة سليمة. نعم. احنا نحاول بطريقتنا نوديها مثلا عند نفس الوكيل لكن في إمارة ثانية. جميل. ويعطينا تقرير فني على الموضوع هذا، اذا اتضح بالفعل ان هناك في خلل فني في السيارة لا. على سبيل المثال جتنا حالة سلمك الله العام اذكرها على نفس الموضوع، السيارة انشرت من إحدى الوكالات في إمارة أبو ظبي، وكل ما العميل يوديها الوكالة يقول له ما فيها شيء، ما فيها شيء،
ويبدلون لآيل ويعطون السيارة، لكن السيارة مبين عليها أنها تهرب آيل. يبناها سلمك الله في دبي، طبعا الوكالات مختلفة، عطانا تقرير لا والله السيارة فيها عيب من المصنع نفسه. نعم جميل. يبنى المستهلك نفسه، خيرناه من بين استرجاع السيارة ويرد المبلغ أو المبلغ ويخصمون منه القيمة الاستهلاكية، أو أنه استبداله بسيارة ثانية. قال أطمح أن أحصل على سيارة ثانية، وبالفعل عوضه بسيارة ثانية مباشرة. نعم. مباشرة من خلال المكتب الإقليمي الموجود في إمارة دبي. الله يحفظكم. طبعا نحن الحمد لله أنتم أيادي بيضاء موجودة في دولة الإمارات لإسعاد هذه الكلمة، ما يعني في شك، على كلمة نقدر نقولها لإسعاد طبعا المتعاملين ومجتمع دولة الإمارات. نشكرك خالد على وجودك معنا اليوم، نتمنى دائما أن الحمد لله دائما الإمارات أمن وسلام، والناس كلها تضع ثقتها في دوائرنا وفي جهاتنا الحكومية والمؤسسية. الله يبارك فيكم أخوي عبد الله في قناة الظفرة، وبالأخص في برنامج مساء الإمارات. يعني أنتم استضفتوني كذا مرة، وأنا لي شرف أني أتواجد معكم وأتواجد أمام المستهلكين، أن نحاول نوعيهم من خلال قناتكم المباركه. اكيد طبعا نحن الحمد لله قناه الظفره يعني تضع دائما نصب عينيها ان تفيد المجتمع في دوله الامارات وحتى في الدول العربيه الشقيقه. شكرا لك استاذ الكريم. شكرا اخوي عبد الله. الله يحفظك يا رب. الله يسلمك. مشاهدينا اذا كل الشكر للاستاذ خالد الحسني رئيس جمعيه الامارات لحمايه المستهلك. فاصل ونعود مع مساء الامارات. تحية لكم من جديد مشاهدينا، وبعدنا موجودين معكم في فقراتنا المتنوعة. بس لو البادي خلينا نذكركم مواقع التواصل الاجتماعي اللي تظهر أمامكم بين الفترة والثانية على الشاشة، واللي تقدرون من خلالها أنكم تتواصلون ويانا وتشوفون ما فاتكم من حلقات برامجنا أو مسلسلاتنا أو كل ما يعرض على شاشة الظفرة. بروح معاكم حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سياسة وطنية متكاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وحول هذا الموضوع غرد سموه على صفحته في تويتر وقال: أطلقنا اليوم في وزارة تنمية المجتمع سياسة وطنية متكاملة لتمكين ذوي الإعاقة بالدولة، وأعدنا تسميتهم ليكون مسماهم الرسمي أصحاب الهمم. نعم. عن إنجازات أيضا أصحاب الهمم ذكر سموه في تغريدة أخرى إنجازات أصحاب الهمم تتحدث عن نفسها في مجتمعنا في كافة المجالات، قدراتهم طموحاتهم تقودها همم وعزيمة وإرادة ملهمة طبعا للجميع. وعن توجيهات سموه حول أصحاب الهمم ختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تغريداته بقوله: وجهنا كافة المؤسسات الحكومية بتعيين مسؤول خدمات خاص بأصحاب الهمم، ووجهنا أيضا بتشكيل مجلس استشاري لهم ينقل لمجلس الوزراء كافة احتياجاتهم. ما قصرت طويل العمر. أكيد طبعا. ننتقل إلى صفحة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واللي أطلق عدد من التغريدات على صفحته أيضا في تويتر حول افتتاح سموه اليوم لمعرض سيتيسكيب 2017، وقال سموه: افتتحنا سيتيسكيب 2017 موعد سنوي للمستثمرين من المنطقة والعالم، ووجهة أساسية تعكس نمو القطاع العقاري وتقدم صورة مشرقة عن مستقبل العاصمة. وفي تغريدة أخرى عدد سموه مقومات نجاح الاستثمار في دولة الإمارات، وقال إن التعدد والتنوع في دولة الإمارات إضافة إلى الأمن والأمان واعتماد أفضل معايير الحوكمة قيم مضافة إلى المناخ الاستثماري الجذاب في الدولة. نبقى في تويتر ونروح إلى هاشتاج عطنا نصيحة زوجية، وهو من الوسوم اللي تفاعل معها المغردون بكثافة اليوم، وتعددت التغريدات من الجدية والمضحكة. فمثلا أحمد الأحمدي قال: من الأمور المهمة جدا في الحياة الزوجية أو في أي علاقة الاحترام والتقدير المتبادل، فلا يوجد حب بلا احترام، وحتى أن وجد فهو مثل عدمه. هاي التغريدة لازم تقراها بكل تمعن يا عبد الله اللي بتي عقب هذه. أنا قريتها صراحة شوي ضحكتني. طبعا هذا شيء يقول كل ما تطلب منك الزوجة أي طلب شو اللي تسويه؟ مشوار سجل بدفتر، خلها تبصم توقع وشاهدين بعد. ليش؟ لمحاربة جملة أنت عمرك ما سويت لي شيء. والتوقيع طبعا هو فاعل خير، يعني هذا فعل خير فعل خير. واسمع عبد الله بعد، يعني سوى كل فعل خير فيها. بس مش أنا. شاهد وبصمه وتوقيع واثنين شهود وشوي ببصمه. ما تم شيء، بصمه عين باقي له شوي. والله شكلها متعب، لازم ناخذ لها سامسونج 8 هذا اس.
والله يقولون في بصمه عين. في الجديد بعد هذا بينزل هذا الغطاء تاع احمر الايفون الجديد. هذا نزل خلاص. نزل خلاص؟ ما خبروني ما خبروني نزل. طيب خلينا نروح معاكم الى هاشتاج عطنا نصيحه زوجيه، وهذه التغريده يقول صاحبها: من اكثر مشاكل الزوجين النظر لحياه الاخرين. فعلا يا جماعه الواحد يقنع في الحياه اللي موجوده عنده، ما يطالع بيت غيره ولا اسرار غيره او شو بيت غيره من رزقه. صدقوني مشاهدي راح يكون جدا مرتاح. القناعه كنز لا يفنى في كل يعني جملي الجملة هذه بكل معانيها فعلا. كم أنت حكيمة يعني. كم هذا اثنين جاي واحد كرك. مشاهدينا نختم وياكم بتغريدة جميلة، سمعوا يا حريم. أيوة يا حريم، أهم شيء سمعوا يا حريم ويوجهها علي. زين، لا تناقشين زوجك وهو معصب، خليه لين يروقك ويرتاح باله. يا سلام. ولا تناقشينه هو رايق عشان ما يعصب. يعني ما شيء نقاش، خلي ريال برايه. زين أنت حكم صراحة اليوم. هاي حكيم حكيم عيون على رأيك. يعني لا تكلمينا خير شر، لا تكلمينا ان كان ضايق ولا تكلمينا ان كان رايق. لان ان كان يلعب بلاي ستيشن يلعب الموبايل خلي لين يروق بعدين لا تكلمينا. يبتني الحكمه. طيب خلينا نروح معاكم مشاهدينا الى اهم عناوين واخبار الصحف الصادره اليوم الثلاثاء 18/4/2017 لدى جولتنا الصحفية بصحيفة الاتحاد. وفق معايير تضمن الانتاجية والانضباط الوظيفي الموارد البشرية، العمل عن بعد في جهات اتحادية قريبا. كل التوفيق. وفي الإمارات اليوم نطالع مع نمط الحياة العصري وأكبر مراكز التسوق وسبل الترفيه العالمية. الإمارات 7 محطات في وجهة سياحية واحدة. يا سلام. الله أكبر. وفي البيان نطالع المعاشات، جهات العمل مسؤولة عن تزويدنا بملفات نهاية الخدمة خلال شهر. أما في الرؤية الرياضية طبعا نطالع رياضيون، تقليص الأجانب في دوري الهواة ينمي قدرات اللاعبين وتقليل نفقات الأولى. موفقين إن شاء الله. أخيرا نطالع في الخليج، بعد 25 يوما من انطلاقها تخيل أبوظبي تستقطب 2270 فكرة تدعم التطوير في الإمارة. كل التوفيق لكم يا رب. طبعاً. إذا مشاهدين ناخذكم الحين إلى كتاب في الحب والحياة. هو الكتاب عبارة عن مقالات كتبها الدكتور مصطفى محمود عن تجارب في الحياة، الحب، الكراهية وما تفعله في النفوس. وقد اعتبر البعض أن الكتاب كان فيه إجحاف بحق المرأة، وهذا ربما يرجع للعصر اللي كان فيه طبعا الشخصية القديرة مصطفى محمود. حديثه في الكتاب عن الصحة المرض كان الأجمل، وكذلك الفقرة الخاصة بالدوافع اللي اعتبر امتلاك الإنسان لها بمثابة امتلاك كل مقومات السعادة. نسمع وياكم مع لولو. أنت لا تحس بالفانيلا على جسمك إلا في اللحظة التي تلبسها وفي اللحظة التي تخلعها، أما في الساعات الطويلة بين اللحظتين وهي على جسمك فأنت لا تحس بها. إنها على جسمك، تلامس جلدك وتلتف حول صدرك وظهرك وذراعيك، ولكنك لا تحس بها ولا تشعر بوجودها. والمرأة بالمثل تحس بها وأنت تشرع في الزواج منها في فترة التعارف والخطوبة وكتب الكتاب وشهر العسل. فإذا لبستها تماماً كالفانيلا وأحاطت بصدرك وظهرك وذراعيك فقدت الشعور بوجودها، وأصبحت مثل قطعة أثاث في البيت تدخل كل يوم لتجدها في مكانها، مثل المنظر الذي تطل عليه من نافذتك يثيرك للمرة الأولى ثم يصبح عادياً ثم تنساه تماماً. وتظل المرأة منسية كالفانيلا حتى تأتي اللحظة التي يدب فيها الخلاف بينك وبينها ويتأرجح الزواج على هوية الطلاق، وتبدأ في خلعها كما تخلع فانيلتك. وفي تلك اللحظة تعود للشعور بها بعنف ويرتجف قلبك من خشية فراقها. أحبك هي الكلمة الجميلة الوحيدة التي يتحرك فيها الإنسان ويفضل فيها امرأة بالذات، يطلبها بالاسم ويعلن ارتياحه لوجوده معها. إنها الكلمة الوحيدة التي تتضمن حريته واختياره ومزاجه وشخصيته. إنه يفتح بيته وقلبه ونفسه وروحه ويستقبل روحا أخرى،
يستضيفها ويأتنس بها وينتعش بها كما ينتعش بدخول الشمس إلى غرفته. يحضر معها بوجوده كله، بجسمه وطبيعته وعاطفته وعقله وثقافته، ويستمتع معها بهذا الحضور الكامل بلا كراهية بلا أنانية وبلا غيرة. والرجل لا يستطيع أن يبلغ هذه الدرجة من الحب إلا بعد 30. يعني أنا عجبني تفاصيل الرواية هذه اللي قالها، بس ما حبيت سالفة الفانيلا بصراحة، بس هو كان المقصد منها، كان مقصد الفانيلا جميل، أنه إن تشوف كيف هي الفانيلا ممكن تضمك أو تحتضنك، تكون مدفتنك من كل النواحي، من أكتافك، من صدرك، من ظهرك، وحين أنه فجأة تنزع منك هذه الفانيلا فتحس أن أنت فاقد هذا الشيء. تبقى عاد من غير فانيلا بقى. تبقى عاد من غير فانيلا ويجي لك برد بقى، أنت حر بقى، يجي لك برد. ما نقدر نتكلم أمام طبعا دكتور مصطفى محمود. عفوا دكتور مصطفى محمود يعني شخصية ممن أبدع وممن أعطوا في كل المجالات. الله يرحمه هو ما الله يرحمه طبعا. نعم. الله يرحمه. طبعا مشاهدينا أخذكم الآن إلى أهم أخبارنا الاقتصادية لليوم. في أول أخبارنا الاقتصادية، حيث يشهد القطاع العقاري في العاصمة أبوظبي انخفاضا متواصلا في أسعار الإيجارات والمبيعات بسبب العديد من العوامل الاقتصادية، وفق أحدث تقرير أصدرته شركة استيكو للاستشارات العقارية، والذي يسلط الضوء على هذا القطاع في الربع الأول من عام 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل انخفاض في أسعار تأجير الشقق في الربع الأول من هذا العام بنسبة 3% على أساس ربع سنوي، ووصلت نسبة الانخفاض على مدى 12 شهرا الماضية حوالي 8%. أظهر تقرير نظرة على السوق العقارية في أبوظبي الذي تصدره شركة جي إل للاستثمارات والاستشارات العقارية، أن توقعات النمو للسوق العقاري في أبوظبي على المدى المتوسط إلى الطويل إيجابية، إذ لا تزال الحكومة ملتزمة برؤية 2030 الرامية إلى بناء مدينة عالمية تدعمها مبادرات كبرى للتنمية الاقتصادية، ترمي إلى تنويع الاقتصاد وتحسين الشفافية وجذب طلب جديد. إذا كانت هذه الأخبار الاقتصادية، بعدنا موجودين معكم من بعد الفاصل، لا تروحون بعيد معنا، فقرة جدا رائعة. مشاهدينا، لقبت بشيخة المصورات الإماراتيات، وأول مصورة فوتوغرافية إماراتية لا يفارق وجهها البرقع. طبعا هي تعتز بالعادات والتقاليد وتعشق الابتسامة والتفاؤل، وعشقت التصوير الفوتوغرافي منذ نعومة أظافرها، حتى أصبحت أول إماراتية تجيد فن التصوير وتتعامل باحترافية مع الكاميرا. اليوم في مساء الإمارات تزين سمانة الشيخة السويدي بحضورها طبعا ويانا. نرحب فيك شيخة المصورات، يا هلا ومرحبا أمي شيخة. الله يخليك، منورة ويانا. الله يخليك. يا مرحبا وسهلا. أنتوا بعد منوريني يعني. أبدا روحك. يا مرحبا وسهلا أمي. ده روحك أمي شيخة. طبعا يعني نحن ما نبغى نسألك، نبغى ناخذ العلوم مرة من صوبك. نبغى ناخذ العلوم من عندك أمي. أعطينا العلوم من بداية التصوير الكاميرا أبو عشر ربيات لين اليوم. أعطينا علومك الأولية. إن شاء الله. هذا الله يسلمك، أنا صرت مكتب تابع للحكومة للشيخ سعيد الله يرحمه. الله يرحمه. وأنا مربني وكيل أعمال الشيخ سعيد. نعم. إنزين. وبعدين أنا عسير جرمكنزي، هذه التي أول برقيات يسمونها تلغراف. هي. أول يسمونها تلغراف، إحنا يسمونها برقية. هي. إنزين، أخذ التلغراف من بيت من المكتب وأوديه حق محمد شريف. محمد شريف اللي ما حد دارس إنجليزي، فهو دارس إنجليزي ويترجمها بالعربي. يطرشني أنا، هذا محمد شريف بعد الله يرحمه، مربي وايد أيتام في البيت، ولا أنا ولا عيد ولا حد، يعني طرشنا يقول ودوا حق الشيخ سعيد. هناك الشيخ سعيد يقول لا مانع، يعني حق المراكب، إن المركب عندنا هني حد، المركب ما يرمي طابق وي جريب، يصير مسكت أول، يصير مسكت هناك يسوي البرقية حقه هني، عشان اللي عندهم قوارب
اللي يصيرون القوارب اللي يصيرون تحت التشاشيل العادي يسمونه التشالة. يصير التشالة عند المركب وتنزل المرايا ينزلون في التشالة في التشالة البضائع وتجيب إلى الفرضة. ما عندنا مينة مثل الحين. عندنا بيت الشيخ سعيد فوق وتحت الفرضة. الفرضة يسمونها الفرضة الذي تنزل البضائع اللي هو الشكر والعيش وال يعني مال التجار اللي يبونها من برا الأول. يبونها من برا. يبون الودام ويبون الشكر ويصيرون تجارة ويردون يبيعونها هناك يحطونها في المينا. ما كان شيء مينا الأول. لا ما شيء مينا. بيت شيخ سعيد. بيت شيخ سعيد. فرضة. بيت شيخ سعيد فوق في القيض. وفي الشتاء في الشندقة الحين وين التراث. هذا وين التراث الحين مسوينا تراث. لا شو يسمونها شندقة هي مي ولا غيرها؟ في الشندقة وشو بيت الشيخ سعيد شو يسمونه؟ هي شندقة ولا صوب الخور؟ هم هذين الاثنين بس اللي ناطرين بيت الشيخ سعيد هذا أهم شيء. لا بيت الشيخ سعيد. هي بس هذا أهم شيء. بيت الشيخ سعيد هذا هني في القيض. هي في الشتاء مكان ثاني. الشتاء في الشتاء هذا. الشتاء. والقيض هني بالعدال الفرضة. الله يحفظك أمي. زين أمي والكاميرا خبرينا هني عادة. هني سالفة. هني عادة أنا يوم صرت أجيب هذا شو اسمه التلغراف. شفت الكاميرا. ما شفت الكاميرا شفت الصور هم يتبادلون داخل هذا يطالعوا يضحك يطالعوا يضحك. انا البنت هيك اليوم ما تصير داخل عند الريايل فقابضة الدرايش الدريشة أم الله صياخ مثل بيت الشيخ سعيد. الأولي هذا الصياخ الطوال وتوايين من وراء أمي. قلت شو تطالعون أنتم تضحكون راموني أنا بعد. كان يقول هاتش الأيام ما يسمونها صورة يسمونها العكس. قال هذه العكس عندنا. كان أخذها وطالعت تغربت ويه خشم وعين ومطبوعة في قرطاس. قلت له جيتها شكايلة هي تستوي. كان يشل الكاميرا ويراويني يقول نحن ما نطبعها هذه هاي تطبعها في القرطاس. هناك مثل الواحد اللي عشق واحد أنا عشقت الكاميرا. الله. إنزين عادة تمت في خاطري مرت محمد شريف أجل بتسافر بتصير بمبي. فجيت لجيته للموظف قلت له بتعطيني كاميرتك أنا بسافر بها بمبي. قال لي وكل أيام الهنود يعني وظيفتهم ضعيفة. وأنا عند محمد شريف متربية ما خالف أحليلة. قال وديها ما عليه شيخة. فسرت بها بمبي وهناك عدت تلاقيت ويا الشيخ خالد الله يرحمه المهيان وبعد صورت وتمينا أقول المدة ورجعنا. يوم رجعنا عطيت الكاميرا رديت على الريال جيتاه اسمه جيتاه الأول هو سبب البلاوي جيتاه هو اللي جاب الكاميرا من بمبي. زين هو الحين هني بعد ما أدري حي ولا ميت بس راعي عنده اوتيل يسمونه احنا نسيت عاده. يلا ما مشكله. الله يذكره بالخير ان كان حي ولا ان كان ميت. الله يذكره بالخير. عاده عقب انا محمد شريف المربني يقول لي ها بابا ما عندك كاميرا الحين. قلت رديتها على جيتها. قالت حبيب انت اشتري لك كاميرا. قال لي قلت له هي طال عمرك بغيتها من الله. كان يقول لي عندوش البروه وتصيري عند كابتن. هذيك الايام كابتن هو يبيع كاميرات اكفى ويبيع كاميرات بعد غير. لكن يوم انا صرت قال لي هاي الاكفى بعشر ربيعات ام ثلاث عدسات. كان اشتريها. اشتريتها يقول هاك زمان البنات ما عندهم بيزات. مره مرتين اعطاني هذا المربني بعد استحي اقول له. يرانا كان ابوهم عنده دكان يصور الصور هذا الذي حق الجوازات صغيره جوازات تشلي ما طايحه جوازات قرطاس صحيح قرطاسه. زين انا صرت لهم عاد بناته يحمضون. كان اقول لهم علموني حليلي احنا تعلمت التصوير
علموني بعد شوية، أنا ما عندي بيزات، وين أجيب بيزات اليوم؟ ما عندي بيزات. كان يقوموني علموا، قال لا هذا جوكم ما نقدر نعلمك، قلت أنا أخذكم والحين أنا حالي من حالكم. قال الله سخرهم أنت وعلموني التصوير. يوم عاد دخلت عند التصوير شفت لا ضمام وعلى فنارة. نعم. هاي كل الأيام ويعني تغسل الفيلم بصعوبة ولا تطلع الصورة بعد بصعوبة، وبعد اسم الدواء الأدوات اللي تطلع الصورة، واحد اسمه الهايبو والثاني دفلابر. نعم. والثالث ماي. ما شاء الله عليك. في طواني كذي. إنزين. وتحطي لين تطلع الصورة، بس الصورة يعني أنا أأيدها وحبيتها عشان فريجنا كانوا يوم يتزوجون يحطون المعرس على الخيل والفقرة على شو اسمه على الحمار على الحمار على الحوار على البعير البعير إنزين، ويدورون به من سكة لسكة، وأنت تنثر عليه وأنا نثر عليه، وانا عيباني هاي شو اسمه يعني زي. قلت انا بصورهم، وقمت اصور وصورت بعد اشياء في دبي يعني مثل يد حادثه اللي هي الحريجه وقبضه. الحين انتم تقولون الحريجه الاوليه القديمه. اي القديمه. هي صورتيها ثبتيها انت وهيك الايام ما شاء الله عليك. زين زين. وبعدين احترق عندنا مركب داره. ايه ومي عاد ليش كله حريج؟ وين ابو شيء زين؟ ما صورتي عاد عراس؟ صورتي حد من الشيوخ؟ لا تو كانت تطري مصور الشيخ خالد ام هيان الله يرحمه، مصورت لنا في الهند انت؟ انا؟ ايه الكاميرا؟ الشيخ خالد مصورت لنا انت في الهند؟ ايه في الهند. عاد قولي وينه؟ ايه وين؟ وينه انا لو عرفت ما شاء الله يستوي يعني هالقد الصور لها قدر. اي والله. وش اسمه كان ما اعطيت ولا نتفه. الله يعطيك العافيه. اي والله قصوا علي اربعتي وهذا قال هذا اعطيني وقاعد اعطيني. يعطيك العافيه. زين شيختنا انت ما شاء الله الحين ترسمين بعد؟ نعم ترسمين. اي ارسم. زين شو سالفك صوره الشيخ سلطان ترسمينها الحين صحيح؟ انا الحين عاد مر ارسم كذي صور. ها لا انا ارسم برسم لك بنت برسم لك ولد. انزين. لكن بالضبط اطلع الشيخ سلطان ما اقدر. ايه يعني نعم. بالضبط هذا بناتي. نعم بناتي ما شاء الله عليهم يعني الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره الشيخ سلطان كل يرسمون، لكن الموهبه العوده عندهم بس ما يستخدمونها يعني. وانا بعد تندمت على الصور على تعلمت اصور ويمنعت هالكثر الصور وتمت الصور لين عيالي كبروا وعرسيت، وعقب يوم كبروا العيال قمت استويت اشارك في المدارس. نعم اسوي الوسائل. نعم حقهم يقولون لهم هذا من مسوينه؟ بعد عندي صوره مالهم هم مصوريني عاد ما صدقوا ان انا مصوره. انا راسمه. نعم عاد يالسه واشخط والمدرسات مال العلوم واقفين عدالي هاي الصوره بعد موجوده عندي. الله يحفظك. انزين بعد بقول لك انا باكر تقولي لي الحين القصيده اللي تليتي قلبي فيها داخل. هي. القصيده اللي قلتي فيها قلبي تجسم ثلاثه اجسام. أباك تطرينها وتمعين مشاهدين عليها هذه القصيدة إن شاء الله، وتقولي ليش عاد وين سمعتيها ومتى قلتيها. هذه سمعتها من أمي. الله يرحمها. أمي ترى أخوي سافر الكويت وتم هناك البحرين وتم هناك وايد طول. عاد هي تقول تغني تطيح على وراها تقول قلبي يتجسم ثلاثة أجسام بالهيبي، نصه كالسبع ونصه كالذيبي، ونص الانصاف معلق في شلالي يبي، واخوي اسمه محمد، وكان يا محمد هذا الامر تحقيقي تستاهل امك من يرميها في ضيقي. الله. عاد هي كذي قالت. يوم انا تعلمتها بعد هني صورت قعدت كذي حزينه. هي. ووديت الصور دار ابن الهيثم الله يخليهم بعد جزاهم الله خير هم بعد اللي طلعوني انا اصوره. وقالوا لي نشدوني ليش كذي متضايجه؟ قلت لهم متضايجه
قلبي أنا متجسم ثلاثة أجسام بالهيبي، نص كل سبع ونص كل ذيبي ونص الأنصاف معلق في جلاليبي. وكان يا أخواني هذا الأمر تحقيقي تستاهل أمكم شيخة من يرميها في الضيق. هذا محمد شال قلبها وشله وروح البحرين. شال القلب مول وقامت تقصد فيه. محمد قال قلب أمي. الحين أنا قلديت أمي. بديتك وبديت أمك وبديتك كبرت أمي. لعليت فيه فدتش الحين. حبيبة قلبي. زين أمي شو بتخبرينا بعد على الصور؟ عن الصور عاد أقول لك من السوالف الأولية نبى من الصور اللي أنت وايد تحبيها. يعني الصورة هاي تقولين هاي أقرب صورة لي. إنزين نحن لو نحن جبنا الصور هني ويانا كان زين. أحسن الصور عندي صورة الوالدة. الوالدة هي يوم ياسر حزينة كذي هذه نفسها ولا غيرها؟ هي ما صوريتها هني بعدني ما متعلمت ما متعلمة تصوير. إنزين تخبرين عنها الصورة هذه، صفري لنا لها صورة الوالدة ربي يرحمها إن شاء الله ويغمد روحها جنة. ما بهاي الصورة أنا كل صورة اللي أصورها الحين يصورون سيلفي، أنا هاتش الأيام أصور سيلفي. من ذيك الأيام صورين سيلفي ما شاء الله عليك. زين قول لي شقاعد تخبرين شقايل. هاتش الأيام ما عندنا عادة كراسي وما كراسي درامات مال غاز. حطيت الكاميرا على الدرام الغاز وانتو يالسين نفرين، انا سويت لي مكان وصدكم ضربت على الكاميرا ضربت على الاوتوماتيك وجيت قعدت ربعتي على مكانك. يعني درام الغاز كان بداية السلفي. هذه بداية السلفي الأولية. أمي شيخة كانت بداياتك بدرام الغاز. زين أمي نحن برد على القصيد عاد قصيدك أنت حلو قصيد أمك الله يرحمها. نبى قصيد حلو لذراسي. حلو لذراسي اللي قالتها في الشيخ محمد. هاي نباك تقولي لنا إياها. قلت للشيخ محمد الله يطول عمره ويخليه ويبجيه. اللهم آمين. والله العظيم أنا يعني وايد حاب حكمه. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كنت أتمنى يوم صرت هاي بمبي في وشو في الليتات قلت إن شاء الله بلادنا تستوي مثل وحين وين بلادنا ما شاء الله. ما شاء الله. إنزين وكنت صرت هاي لا مسكت وأول بادي مسكت مسوين الجسور. نعم. يوم شفت سيارة تمشي تحت وأنا بعد أمشي فوق في سيارة قلت يا رب إن شاء الله بلاد تستوي كذي. استوى تحسن الحمد لله. استوى تحسن الحين ما شاء الله نحن. الحمد لله. إنزين عاد عقب يوم جيت يوم كرماني فديت محمد الشيخ محمد الله يخليه يطول بعمره إن شاء الله طول عمر عياله إن شاء الله. اللهم آمين. شوفنا إن شاء الله. خليه ان شاء الله ذخر لبلادنا. اللهم امين. امين ان شاء الله. زين امي شو قلتي في القصيده؟ كرماني قلت له طال عمرك عندي قصيدتين كلمتين يعني بقول لك واخا عاد علي ايش سمعني. قلت له ابو راشد يا الملتحي يا حلو الاضراسي وخشمك طويل على الحياه متواسي ومراشد يا زينة الأصباح لا تغيبين أبو راشد شبيه القمر وانت عادلي في الزين. انزين بعدين انت عديتي قصيدتين هاي قصيدة قصيدة هاي واحدة نحن نبى ثانية عادة ريم حبستلي اشترها تعافس العيون كلها ما شاء الله. الثانية قلت يا ليت زايد حي ما مات الله يرحمه والموت ما غير شبابه أصيح للشيوخ ويصيحون الشعب وأنا أصيح وياهم وعيالي وياهم ونقول وين زايد وين شباب الله يرحمه يروح الجنة يا رب إن شاء الله من خلف ما طال عمرك وعيال زايد كلهم موجودين ذخر لبلادنا الله يحفظهم ويطول بعمارهم ويبارك فيهم. نعم. الحين وين ما شاء الله الله يخليه الشيخ محمد بن راشد ويخليه محمد بن زايد ويخلي الشيخ خليفة إن شاء الله اللهم آمين يخلي شيوخنا كلهم إن شاء الله عامرين البلاد
ومدرسين اليهال، ويعني ما شاء الله اللي استووا مدرسين واللي استووا مهندسين واللي استووا ما شاء الله. أنا بعد أدعي لهم إن شاء الله، واللي مصورين أدعي لهم بعد الصورة بعد، ما بكل من يصور ترى الصورة لها تعبير. نعم لها تعبير الصورة. الصورة يوم طالعها كانها تتكلم وياك. نعم. ويا ما ناس يعني تهز قلبهم الصورة من حالاتها. نعم. ومن شو اسمه التعبير اللي فيها. وانت أمي شيخة انت ثروة. نعم الله يخليك. والله والنعم انت ثروة صدق حق هالبلاد هذه وحق عيال البلاد في دولة الله الامارات. الله يخليك. وشيوخنا يفتخرون باللي مثلك اللي للحين بعدهم واقفين وصامدين ويشدون من صدق. همة العيال ربي يحفظك يا رب ان شاء الله. صدق الله يخليك. الله يسلمك ويعافيك ان شاء الله. امي بتخبرينا عن التصوير بين الاول بادي التصوير يختلف، حتى الكاميرات الاوليه ما فيها نفس التكنولوجيا مالت اليوم. الاول كيف كانوا يصورون وحين شو الفرق بين الصور الاول زمان اول وحين؟ اول كانوا بالصعب التصوير والتحميض انزين، لكن الحين الحمد لله يعني كله على الكمبيوترات وكل يعني حتى من بلاد لبلاد يقدروا يصورون بس اول لا وايد بصعوبه. نعم. تصور يعني اولا ان العيال الاهل ما يرضون. نعم. ثانيا ان عندنا عيب، البنت ما تصور ما تظهر الاوليه. ونحن بعد عندنا البرقع بعد ترى في طبعا. البرقع في بعد عندنا زمان اول البنت برقعها لازم لين هني. ايه ويوم تعرس البرقع قصته. ايه صغيروني هذا ابو شنب صغيروني. ايه يعني الحين عندنا احنا هذا زمان طاحت الدبله. بس زمان اول بعد عندنا البرقع. نعم صحيح. كان الدليل البرقع الاول ما شيء دبل. حرمة يعرفونها معرسه من برقعها. ايه الريال يوم يشوف الحرمه البنت يعني برقعها عود اذا بقلبه شيء ولا باغي يخطب ولا شيء قال هاي برقعها عود ما متزوجه بنت. الحين يقول يشوف الدبله في يديها قال له هاي عندها خطيب. هي والله اول البراجع اللي متبرقعه وبرقعها عود هي بنت، واللي برقعها صغير طبعا يعني متزوجه. الحمد لله. نحن نشكرك كل الشكر ام الشيخه على وجودك معنا اليوم، نتمنى لك ان شاء الله حياه هنيه دائما ومع عيالك ومع هذه الشيوخ ربي يحفظهم ان شاء الله. كل الشكر لك. الله يحفظك يا رب. امي انت نورتينا وشرفتينا وسعدتينا، وانتو كذلك وانت فخر لكل امراه اماراتيه، ونحن جدا سعدنا في لقائك، وان شاء الله الايام الجايه تكتب لك كل الخير فيها. اللهم امين ان شاء الله. ان شاء الله. مشكور. أنا بعد أدعي حق عيال الإمارات. نعم. وشباب الإمارات. هيه. والشابات إنهم يعني يحمون بلادهم. الله يصورون مامي. يصورون تراثهم الحين. هيه. يصورون مثل عندنا برج العرب. هيه. مثل برج خليفة. نعم. الشيخ خليفة وبرج منو وهذا شو يسمونه؟ يصورون أبرز المعالم اللي موجودة. نعم. ما شاء الله دبي أنا ما دايرة فيها وايد الحين، لكن الحين يومي هنا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. راشد دوم مدحه والله. ربي يحفظك يا رب. حتى يوم الصور محط معروضات في هذا أقول له سلام عليك أبو راشد. الله يحفظك يا رب. قلت له يدري إيش كثر أحب وأعز إنزين. وبعد الكتاب ما قلت لكم عنه، الكتاب صرت ودوني الشارجة وهناك سألوني عن مثل ما خنتوا تسألوني. قالوا لي بعد يعني شو تتمنين وهذا، قلت أتمنى حق العيال الإماراتي مثل ما درسوهم الحكومة درستهم وإن شاء الله يحققون اللي يبونه آمالهم ويكملون دراساتهم. قالوا بعد شو تتمنين؟ قلت بعد الحين مكرمني محمد بن راشد وخلاني أول مصورة، بعد أتمنى أسوي لي كتاب. نعم. كان يسمع الشيخ سلطان الله يخليه. الله يحفظه. نعم الله يحفظه ويخليه إن شاء الله.
ومع الشيخ سلطان وايد احبه بعد. وسويت الكتاب ما شاء الله عليك. سويت الكتاب ما شاء الله عليك. نحن امي الوقت يعدي بسرعه وياك الاوقات الحلوه تعدي بسرعه، لكن ان شاء الله باذن الله لنا لقاءات ثانيه بنرمس فيها وبناخذ علومك وبنعلم مشاهدينا اكثر عليها. مشكوره على ييتك وما قصرتي في ديت قلبك. استعدي بعد مشكورين على طلب في ديت قلبك واجبنا. خليك مستريحه امي، خليك مستريحه. مشاهدينا كل الشكر للسيده الشيخه السويدي طبعا، وننتقل معكم برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. أقيم اليوم حفل أصحاب الإنجازات الرياضية اللي نظمتها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عام 2016 في نسختها 11 على التوالي. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. تحت رعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يتم اليوم تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية بحضور أصحاب المعالي والسمو. لمعرفة المزيد خلكم معنا في هذا التقرير. هذا التكريم نعتبره وسام على صدورنا، وكذلك احنا هذا التكريم لبناتنا واولادنا اللي هم انجزوا هذا الانجاز الكبير في على مستوى الاسيوي والاقليمي والعربي والخليجي. نحن نسخر لابنائنا وبناتنا الانجاز والفضاء الذي هم يصنعون هذه الانجازات. طبعا صاحب سمو الشيخ خليفه بن زايد بتكريمه هذا هو يدعم ويشجع ويخلق تحدي كبير لهم للحصول على انجازات اكبر ووصول لمنصات تتويج في الاولمبياد ان شاء الله قريبا. شكرا لكل من ساهم في يعني إبراز هذا الحدث بالمستوى اللي يليق بنا جميعا. ما في شك أنه هو عرس الرياضيين، أنا دائما أسميه أنه هو عرس الرياضيين. احتفالية الاحتفالية السنوية هذه الكل ينتظرها، رياضيين من أبنائنا وبناتنا ينتظرون هذه الاحتفالية بفارق الصبر. اليوم أكبر وأفضل تحفيز لأبنائنا هو اللي شاهدناه اليوم لما القيادة الرشيدة وأعلى شخصية في دولة الإمارات المتحدة سيدي صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد يكرم أبنائه تكريم مادي وتكريم معنوي. له رسالة واضحة وصريحة لأبنائنا الرياضيين أن أصحاب الجهود اللي يبذلون الجهود المضنية واللي يبذلون قصارى جهدهم في سعيهم لرفع علم الدولة وعزف السلام الوطني على كافة المحافل القارية والدولية، هناك قيادة تثمن هذه الجهود وهناك قيادة تقدر هذه الجهود. بالتالي هذه رسالة واضحة لكل أبنائنا وبناتنا الرياضيين أنكم اسعوا في رفع سمعة البلد في كل المحافل الدولية، وهناك من سيقوم بتكريم وتثمين هذه الجهود. كلمة شكرا من راعي الحفل لكل أصحاب الإنجازات الرياضية سواء داخل أو خارج الدولة، ولكل من أحرز ميدالية ذهبية تضاف إلى ميداليات دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى إنجازات دولة الإمارات. هذا هو كان تقريرنا، شكرا لكم على حسن المتابعة. مشاهدينا إلى جديد الأخبار، حيث حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الحفل الذي أقامه سويد زايد قمشان المنصوري عصر اليوم في قاعة الأفراح بمدينة الوثبة في أبوظبي بمناسبة زفاف نجله جمع على كريمة عوض زايد سويد قمشان المنصوري، حيث قدم سموه التهاني والتبريكات للعريس ووالده وإلى والد العروس وإخوانها وآل العروسين.
كما حضر سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي حفل الاستقبال الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة بأبو ظبي بمناسبة زفاف مايد عبد الله سيف راشد النعيمي على كريمة عبد الله سعيد راشد غبار الشامسي. وتخلل الحفل الذي حضره جمع من المسؤولين والمدعوين وأقارب العريس تقديم عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية. مشاهدينا بهذه الأفراح ننتهي اليوم إن شاء الله من حلقتنا وبأحلى فقرة كانت عندنا خلال هذا الأسبوع. أم الشيخة ربي يحفظها إن شاء الله يا رب. نشوفكم باكر في أمان الرحمن. من لكم أجمل تحية، وإذا فاتكم شيء تقدرون تحصلون على مواقع التواصل الاجتماعي لقناة الظفرة. تصبحون على ألف خير.